السلام عليكم، معكم الأستاذة ليلى. كنشكر دائما لساندوني في الفيديو الأول والفيديو الثاني. هذا الفيديو هذا سيكون مخصص لدارسين اللغة الفرنسية أو الذين لديهم دراية باللغة الفرنسية، عكس الفيديو الثاني الذي خصصته لشريحة المبتدئين. وغادي يكون عندي مزيد من الفيديوهات الخاصة بالشريحتين معا. Alors, c'est parti. ليسون فونيتيك فرونسي اللي هما كاين عندهم كاين دي ديفيكولتي عند بعض التلاميذ او عند بعض الناس اللي عندهم بعض المشاكل في النطق ليسون فونيتيك. فكل ليسون فونيتيك عطيتو حقه في, 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 في الشرح، وغدا ايتاب باغ ايتاب، وكنتمنى انكم تكونوا غادي معايا حتى نتوما في هاد الدروس هادي. دونك نبداو بلي فويال اورال اونتر تو سكي اونتر بارونتيز، فهو يعني ان صون فونيتيك. الوغ لو صون فونيتيك مثلا اي عنده بزاف لي زيكريتور، دونك سا سيكري افيك اي، سا سيكري افيك ايغريك كوم ايماج ميني ستيلو. لو صون اي سا سيكري افيك او تي ايزولي كوم مودو ليزون. لو صون اي كوم اي قلنا، او كوم افي بريفيري الي دي. Le son est comme est, mais, lève, être, appelle. A, le son A, comme A, âge, bas, banane, pardon, ananas. Le son OU, comme sur, E. Le son E, comme VE, DE, mercredi. Le son E comme œuf, neuf, beurre, seul. Le son OU comme OU comme vous, cou, loup. Et le son O comme O, bo, to, po. Vous allez voir qu'est-ce que c'est fermé. On va voir ça après. Le son O ouvert comme os, bol, Victor, Paul. Enfin, كل son من هاد les sons phonétiques غنعطيها طبيعة الحال درس او فيديو مخصص بالتفصيل باش نحيدوا الصعوبات كاملين اللي كتواجه بعض التلاميذ او اللي كتواجه بعض الدارسين لهذه اللغه. دونك في لا فيديو اللي سبق كنا هضرنا على لو سون اي، في هذا لا فيديو غنمشيو نهضروا على لو سون اي بالتفصيل، وهو بطبيعه الحال لو سون الحرف يعني الثالث اللي هو مكتوب. عطيتو دي زيكزامبل هنايا اي مي ليف اتر ابل. دونك في هاد لو سون هذا اون فا بارلي كيفاش كيتكتبوا الحروف ديالو، وغناخذوا هاد لو شيما هادي. دونك شنو هما لي ديفيرونت écriture du son E هو يعني نفسر بالضبط كيفاش كيتكون مكتوب بين معقوفتين على شكل ثلاثه مقلوبه. انا كنحاول نبسط لاني عارفه بعض التلاميذ وبعض الناس اللي كيواجهوا هاد الصعوبات في هاد لو سون هذا. دونك سميتو لو سون E، سا سيكري افيك اي، سا سيكري افيك اي شابو، ça s'écrit avec E accent grave, ça s'écrit avec E accent circonflexe ou bien chapeau, ça s'écrit avec E. Et bien sûr, ça s'écrit avec ET ou un chauffe-eau. Les exemples après. Donc, le schéma, les anatètes, naya, fakatfsrna, les différentes écritures du son E, d'accord. Donc, on va passer après, ratbelli comme l'image, kulla son, kulla écriture, atetha, wahed, l'exemple. مثلا اكزومبل اي ضروري يكون سويفي دون كونسون داكور لا هو ولا اي افيك لو شابو. دونك اي او بيان اي شابو سويفي دون كونسون كتعطيني لو سون اي. اكزومبل مارشي il fait naître comme naître. دونك عطيت لي زيكزومبل وحاولت نلعب على الالوان. مثلا اي بيان سور هو ليكريتور بلس اس اس اللي هي اون كونسون
اللي مكتوبة بالأحمر. مثلا il fait عطيت la consonne بالأحمر تي وعطيت AI باش نطقو il fait avec تعطيني le son A. دونك نردو البال هنايا في لا فيديو السابق أو الدرس السابق كنا هدرنا على le son A وكنا عطينا example avec AI. دونك AI ما كاينش موراها une consonne فكتعطيني A ولكن هنا كنردو البال خاصها تكون ضروري une consonne موراها باش كتعطيني le son A. داكوغ؟ داك نشوفو هاد لي زيكزامبل مزيان، نحاول نخلي واحد الفرصة باش تشوفو الإكزامبل اللي هو عطيتو في لي ديفيرونت إكريتور اللولين ديال AI و AI avec chapeau. من بعد غندوزو الآن مع لي ديفيرونت إكريتور توجور avec du son A. Ça s'écrit aussi avec E accent grave et E accent circonflexe. Exemple, père, rêve. D'accord? Vous pouvez donner d'autres exemples. Père, mère, etc. Rêve, forêt, par exemple. Donc, l'accent grave, donc on a la différence. Qu'il y a une grande différence avec cet accent et l'accent aigu. L'accent aigu, je vais vous dans les fêtes ou quand il y a le son E. Je vais vous dire, bien sûr, les différences d'écriture, c'est-à-dire les accents, mais je me prêche un nom sur Robert. Donc, aussi, il y a le dernier kitab de le son E. Peut-être exemple, bien sûr. E devant, suivi pardon, de deux consonnes, comme appel, et ET à la fin d'un mot, comme un bouquet de fleurs, un paquet secret, par exemple. Donc, ET, n'aoutianin de kar, le son E, kan an artilaf, ET, kan isolé, comme un mot de liaison. وهنا عندنا كتابة ET في آخر الكلمة باش في النطق ما يكونش عندنا يعني النطق يكون واحد الاختلاف. دونك نقول مثلا أحمد اي أمال أو لا ليلى اي سنان اي دونك سي مو دو ليزون يعني منطق بلو سون اي ولكن نقول هنا اون فان دو مو نقول بوكي اي داكوغ سي لو سون اي Un secret est. D'accord? Donc, faites l'exemple هذا dans le tobel nazien, باش ما نوقعوش في الاختلافات. يعني لأن قريبة بزاف يعني كلمات لي زيكريتور شوية قراب مع بعضياتهم ممكن نتخلطوا فيهم. حاولت في هذا الفيديو نفسر مزيان وفي الفيديو اللي فات حتى هو فسرت مزيان كيفاش ندير الاختلاف ما بين لو سون اي اي لو سون اي. D'accord? Donc, هادو هما آخر الكتابات سو سون لي ديرنيير إكريتور دو سون إي. دونك أون فا باسي بيان سور كيما وعدتكم على لي زاكسون وباش نفرقو ما بين لي زاكسون عطيت واحد ليكزومبل بسيط تنتمنى أن يعني يكون يعني مفهوم بواحد الدقة يعني عطيت لا ديفيرونس أونتخ لي زاكسون. دونك شنو هما هاد لا ديفيرونس كيفاش انني نفرق ما بين لاكسون ايغو اي لاكسون غراف سورتو هاد لي دوز اكسون. دونك عطيت مثال وقلت بان لاكسون ايغو سي كوم اون فوزي مونت يعني لا فوزي مونت يعني بحال لا هي من الارض هذيك لا فوزي كتمشي لنا من الارض للسماء. دونك هكا لاكسون ايغو نردو بالنا ليكريتور ديال لاكسون ايغو ما كنعطيش انا طريقه الكتابه ديال لاكسون ايغو ولكن كنعطيكم غير الاتجاه ديال لاكسون ايغو كيفاش كيكون لان بزاف ديال الناس بزاف ديال التلاميذ سورتو الصغار كيف ما كيفرقوش ما بين لاكسون ايغو اي لاكسون غراف. دونك سا سي لاكسون ايغو اون فا فوار لاكسون غراف سي كوم اون فلاش كي فا ديسوندر داكور داكور. دونك لا فلاش ديسون يعني بحال العكس دابا من السما غادي هكذا للأرض.
Donc, c'est une flèche. Les radar X, dit la flèche, l'air comme l'eau là. كتكون تسميها لاكسون غراف. حاول نعبر نعبر بالفلاش باش بعد التلاميذ ملي يكونوا كيكتبوا او ملي كيكونوا كيديروا هاد لي زاكسون يفرقوا ما بيناتهم. خلاص عندنا لاكسون او لاكسون سيركونفلكس اللي كيسميوها الصغيورين كيسميوها لو شابو سور لا تيت. ما سميتهاش شابو، هي بحال شابو ولكن سميتها اكسون circonflexe, accent circonflexe, d'accord? Tentmna anna les différences entre les accents et pour nous daba wadh lekom bach ma nbqawch ndirou l'akhta f les accents ou nkounou kanksbouhom mzyan, d'accord? Tentmna la vidéo ikon ajbkom bzaf. Merci pour votre attention, merci beaucoup. Ma'akoum daima l'oustadha Leïla Najm. كنتمنى ان هاد لا فيديو يكون عجبكم بزاف ويكون يعني مفسر بواحد الطريقه مبسطه. انا عندي تجربه في التعليم وشفت الصعوبات اللي ممكن تواجهها المعلمات في هاد الميدان هذا. حاولت انني نقرا الافكار المعلمات كيفاش ممكن يوصلوا بطريقه مبسطه للتلاميذ وما يكونش عندهم مشاكل وصعوبات. كنتمنى انكم تدعموني في هذا الفيديو. نوبليي با دو سابوني ونوبليي با باش انكم ديروا لايك وشكرا بزاف. ميرسي بوكو. كنتظر الملاحظات ديالكم. ميرسي.